اهلا وسهلا بكم من جديد في قناه طريطور تسنيم. اليوم جيتكم بهذا الطرطات ولا الطورتيات بالذره، كنتمنى انهم يعجبوكم، ما فيهم لا بطاطا لا والو. المهم اذا بغيتوا تعرفوني كيفاش عملت هذه الوجبه ولا هذه الوصفه، ما عليكم الا تشاهدوا الفيديو حتى الاخر وندوزوا نتعرفوا على المكونات اللي غنحتاجو في هذه الوصفه. انا متاكده انها غتعجبكم وغتعجب وليداتكم. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها كما كتشوفوا، غادي نبدا وانا كنقول لكم يعني شنو غنعدل. هنا عندي واحد البيضه، غادي نغرس هنايا، غادي نستعمل بيضه واحده، غادي نستعمل واحد شويه ديال ورق النعناع، كيبقى اختياري الا بغيتو تعدلوه لكن كيجي رائع. غادي نخلط هاد ورق النعناع مع هاد البيضه هكدا. غادي نعمل هنا زلافه ديال المايس ولا الذره اللي كتجي في العلب، واحد العلبه من هادو كتجي فيها 200 غرام كما كتشوفوا. غادي نستعمل علبه واحده، غادي نستعمل الكاشير ولا مرتديلا. انا احتاجت واحده صغيره، احتاجت لها النص ديالها كما كتشوفوا، ها هو النص، احتاجت هاد النص هذا، قطعته تقطيع هكذا صغارين. وغادي نحتاج الجبن كما كتشوفوا اللي محكوك ولا كيسو، حتى هو زليفه نفس القياس. البنات عملتو زلافه د الذره، غتعملو نفس هاد المرتديلا ولا الكاشير ونفس هاد المايس وديك الكيسو، يعني ثلاثه د الحاجات يكونوا نفس القياس. عملو ثلاثه كيف كيف. غادي نخلط هادشي مع مثلا مزيان مع بعضياتها. هنا كنت غادي نعمل شويه د الملح على حسب الذوق، مغاديش نعمل بزاف لان كلشي هاد العناصر كيكونو مالحين. غادي نعمل شويه د الابزار، الابزار الاسود. وهنا البنات غادي نعمل الحليب كما كتشوفوا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة المعالق الحليب. دائما كنعمل ستة ولا سبعة، بحال 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 ستة بحال سبعة، على هاد الشكل هذا. صافي كنخلط هاد العناصر مزيان وندوزو ان شاء الله نطيبو. صافي البنات، وهنا كما كتشوفوا بعد ما عملت المقلات انا غادي نستعمل جوج باش نسربي. صافي دائما كنحاول نعمل جوج باش كنسربيوش كيبقاو لي كاملين سخونين. ودابا غادي نبدا. بسم الله، انا زدت لهم البنات واحد شويه البصله كما غتشوفوا، ها هي طويله مقطعه رقيقه طويله، زدت لهم كيبقى لكم الاختيار. حنا انا كنبغي هكذا البصله، المهم هذه كتبقى اختياريه. صافي على هذا الشكل غادي نعمل هذيك تما، غادي نمشي نعمل هادو هنايا، والقياس كيبقى اللي بغيتو، يعني دعملوهم الحجم اللي بغيتو نتوما كيبقى اختياري. انا غير حاولوا دعملوهم قد بعضياتهم. اذا بغيتو دعملوهم في المول، يعني اللي كيجي دائري في وسط المقله حتى هو كتقدروا. انا كنكتفي غير هكذا. صافي في نفس الشيء غادي نعمل حتى في هذه المقله هذه، غادي نعمل غير الوسط ديالها حتى هذه شويه صغيره كما كتشوفوا على هذا الشكل. دغيا كطيب بالزربه البنات، لان هذا الشيء كلشي يعني ما كيحتاجش طيب، كيحتاج طيب غير البيضات. صافي هنايا كنبقاو هكذا نعوضوها، كما كتشوفوا ديك الخليط البيضات والحليب كيسيح شويه، كنحاولوا نعوضوها حنا بيدنا على هكذا الاداه ديالنا. صافي كنخليوها حتى كتحمر ونقلبوها. صافي البنات، هنا من بعد تقريبا ما ساليت كما كتشوفوهم عندي هنايا، غادي نقلب شويه باش تشوفوهم هاد الوحدين. وهنا باقي لي غير هادو، هادي لي شطات لي لخريه خرجت هكدا صغيوره. صافي كنقلبو هكدا بكل سهوله كما كتشوفو، كيعلم هكدا، كنخليوهم يتقبلو طياب ونتلقى بكم ان شاء الله في الشكل النهائي ونشوفوهم كيفاش جاو. صافي حبوباتي، هذه هي الوصفه ديالي اليوم كما كتشوفوا، انا كنقدم على هذا الشكل، كيجيو هكذا كيجيو رائعين. كنقدموا مع اي صلصه كما كتبغيو نتوما، كيبقى لكم الاختيار. كما كتشوفوا كنزينوهم بشويه النعناع، بما ان عندنا فيهم النعناع من الداخل كنزينوهم حتى بالنعناع،
كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائعين. كنتمنى انكم تجربوهم. غادي نهز واحد الوحده واخا غربتي، شوفوا الناس كتجي كتحمق ورطبه وهشيشه. شوفوا غادي نحاول نوريهمكم كاملين كيف كيجيو، يعني شابرين فراسهم وغزالين، باقي نطلع منهم الربو كما كتشوفوا. غادي نحاول نقطع معكم هذه الوحده باش تشوفوها كيف كتجي من داخل. غادي نحاول نقسمها هكذا باليد ديالي باش تبان. شوفوا شوفوا كيف كتجي رائعه رائعه، يعني شي حاجه اللي هي غزاله. ومره مره نبدلو، ما نبقاوش دائما يعني كنعملوا ديك الوصفات اللي هما معروفين، نعملوا شي حاجه اللي هي شويه مختلفه لوليداتنا ولينا حتى حنايا نبرعوا راسنا على الشلاء كما كيقولوا. المهم ما نزيدش نطول عليكم، ونخليكم ان شاء الله حتى فيديو جديد وبلوك جديد ووصفه جديده. وكما العاده اذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش بلايك وكومونتير، وتقولوا لي كيف جاتكم هذا الطرطات ديال المايس اللي عملتكم اليوم. يلا خليكم حتى فيديو جديد ونهار جديد، والسلام عليكم.